السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا كلكم بخير. ان شاء الله يا جماعة في الفيديو هشرح لكم طريقة تشغيل المداخل بتاعة السماعات اللي هي الامامية في البي سي مش في اللابتوب، لان اللابتوب ده طبعا هو في مكان واحد بس للسبيكرز. طبعا في ناس ما بتعرفش تحل مشكلة ان هي ما بتعرفش تشغل السماعات او الهيدفون على المداخل الامامية، فما بتشتغلش او ما بتجيبش صوت. طبعا الشرح ده هيكون على كارت ريتلاك، اظن يعني موجود عند كل الناس. اولا نعتبر بس ايه، نفتح بس برنامج البنت عشان افهمكم الحكاية. طيب يا جماعة، نعتبر دي مثلا السبيكرز او السماعات، يعني اي حاجة خلاص ماشي. وادي الوصلة بتاعتها، وادي الكمبيوتر. الوصلة يا جماعة بتاعت السماعات الصب ممكن بتركبها من ورا من الكمبيوتر في الخط او في المكان اللي هو الاخضر، والمايك في المكان اللي جنبيه مش فاكر لونه بصراحة. ماشي. طيب دلوقتي علشان نشغل المداخل الامامية، كل ما عليك بتضغط هنا على شكل السماعة دي، وبتروح هنا بتدوس على ال Device Advanced Settings. هنا بتختار، بتعلم على اول واحدة، تاني واحدة متعلمش عليها، تعول على اقل واحدة بس و اوكي. تيجي هنا بقى بتضغط على الشكل ده او الشكل الاصفر ده يعني، وبتعلم هنا وهنا، تعلم على الاتنين دول، تضغط على اوكي. بتبص تلاقي ان الاتنين دول ظهروا. طبعا لازم تتأكد ان المداخل الامامية متوصلة في البوردة، تشوف السلك بتاعها متوصل في البوردة ده. لا مش متوصلة او ملهاش سلك او في اي مشكلة، ممكن تغيروا السلك او ممكن توديه لاي حد يعمله لك ويركب لك سلك في البوردة على طول. بعد ما ظبطنا الدنيا كده، دول ظهر عندنا. لو عايز انت تخلي المدخل اللي ورا بتاع السماعة اللي ورا السبيكرز الكبيرة تتفصل، بتعلم هنا على اللاين ان. لو عايز تشغلها تضغط هنا على فرونت سبيكر اوت، دوست اوكي كده السبيكرز الكبيره اشتغلت مع الهيدفون في نفس الوقت، بس اظن الهيدفون هيفصل لو انت مركبه قدام. لو علمت هنا على اللاين ان كده السبيكرز الكبيره اتفصلت. كده احنا فصلنا السبيكر الكبير، عايزين بقى تشغل الهيدفون من المدخل الامامي. بنضغط هنا مرتين على الهيدفون او على العلامه الخضراء فرونت بانل المداخل الاماميه، وبتختار هنا الهيدفون. طبعا ممكن تشغل برضو السماعه عليه لو انت هتشغل الهيدفون والسماعه في نفس الوقت من قدام، عشان ما تتعبش نفسك وتركبهم من ورا. بس اظن برضو يعني الطريقه الاولى اسهل، ان انت تركب السماعه اللي ورا ومن غير ما تخلعها تقدر تفصلها في نفس الوقت، من خلال انك تضغط هنا وتختار لاين كده السماعه اتفصلت، تضغط هنا وتضغط اوكي وتفصل الهيدفون من قدام كده السبيكر تشتغل. كل الحكايه بس عشان تشغل الهيدفون بتعلم هنا او هنا. لو هتشغل سبيكرز تضغط على اوكي. هنا بقى دي بتاعت المايك، طبعا انت تختارها لازم تختارها مايك ان كده، المايك هيبقى شغال معاك. اظن مفيش اي حاجه صعبه في الحكايه، كل الحكايه ان انت يعني يا دوبك بتخش كده بتعلم هنا، تعلم على الاتنين دول وتضغط هنا تختارها اللاين ان لو عايز تفصل السماعه، فرونت سبيكر لو عايز تشغل السماعه، وهنا تختار الهيدفون لو انت مركب هيدفون من قدام، او لو مركب السماعه برضه في نفس الوقت من قدام وخلعها من ورا تقدر تشغلهم من هنا. وادي المايك زي ما قلت لكم، اظن مفيش اي حاجه صعبه الطريقه اصلا. يعني حبيت اوريها لكم علشان في ناس كتيره بتدور عليها وما بتلاقيش حل ليها. يا ريت بس تضغطوا لايك لصفحه شرحات الكمبيوتر، عايزين بس يا ريت تفاعل معانا في الصفحه. انا ريت انشر بوست على لايكات او يعني كومنتات الحاجات اللي انتوا عايزينها عشان اعرف انا هنشر ايه. ويا ريت اشتراك او سبسكرايب في القناه. كان معكم ميدو وليد، والسلام عليكم ورحمه الله.